السلام عليكم، شاركوا مرحبا بكم معايا بنات بقناتي وفي هذا الفيديو الجديده. شفاك هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وباحسن الاحوال. وليت معاكم بهذا الفيديو ان بتي روتين، راح نشارك معاكم روتين نهار معايا. الصباح كيما راكم تشوفوا راني نوجد في القهوه ديالي، راح نشارك معاكم نهاري كامل من الصباح حتى العشيه. هذا الفيديو اللي كنت صورتها البارح، هاد الخطرة راني شاطرة صورتها البارح واليوم راني راح نبارطاجها معكم بإذن الله. هو روتين تاع نهار الجمعة، يعني سين جوني اللي نوض هكذا يوم، وقلت اليوم راح نبارطاجي مع البنات ان شاء الله ان بتيت فيديو. الو قبل ما نبداو الفيديو، الا مازال ما اشتركتوش في القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تلحقوا بكامل لي فيديو. بيان سور الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم ديروني ام تي جيم ام تي كومونتير، وسورتو ما تنساوش انكم تشتركوا وتابونيو في الانستغرام ديالي، راح نخلي لكم رابط ديالو في صندوق الوصف. ويلاه بينا نبداو لا فيديو ديالنا. الو البنات، انا عندي ان بتيت روتين بور لو فوندرودي. لو فوندرودي هو اليوم اللي ندير فيه لا كويزين. جي ان بتي بلانينغ اللي دايور جي لي بارطاجي معاكم سور انستغرام، روحوا للانستغرام ديالي راح تلقاوه. ان بتي بلانينغ كيفاش نوزع لي تاش بور دو لا سيمين. الوغ بالجمعه سي لا كويزين، نفرز هكذايا شويه ان بتي نيتواياج. دوكا حبيت نتشارك معكم هاد لا بلونش، هادي هي سي بيتيت بلونش سي بور ميتر لو تيليفون ولا لا تابليت اللي تحب تشوف هكذا كيما انايا دي فيديو ولا مسلسلات كي تكون في لا كوزين. الي تري تري براتيك، خديتها من ايكيا. ما علينا، نوليو للسوجي ديالنا. كيما قلت لكم في الجمعه نحب ندير الكوزينه، منها نقيها ومنها نشوف واش خصني بور لي كورس. فوالا هذه هي، راكم تشوفوا انا في دوكا هنايا، راكم تشوفوا في الـ في الـ في الصباح باردون غسلت لي بوكو، نشفتهم عمرتهم. اهلا دوكا على بالي واش راح نشري من قهوه سكر فرينه على بالي، ونظمت شويه لي بلاكار وسورتو نقيت لو فريغو باش هكذايا نعرف واش خصني بور لي كورس. اي جي ايتابلي ما ليست دو كورس. هنايا لو شوكولا اللي خديتها في الدزاير خديتها اوفري مع هاد السخانه. الوغ كيما راكم تشوفوا جمعت شويه هذاك لو فريغو، نقيت هذوك لي باك لي كي سون فيد ونقيتها كامل بشويه تاع الخل. فوالا هنايا باغ اكزومبل راني شفت بلي لا مارغارين سي با لا بين نزيد نجيب، سي باسكو عندي ستوك. فوالا هادي هي جوست. هنا حبيت نهضر لكم على لو شوكولا، اون بيتي بارونتيز، هاد لو شوكولا هذا اللي تباع في الجزائر سي جوست بور لو غلاساج، ماشي شوكولا، سي ان سوبستيتو دو شوكولا، يعني ما نقدروش نطيبو به فنقدروا مي ما يجيش بنين كيما لو شوكولا. انا بوغ طياب سي تو سكي باش نطيب به ندير هاد لو شوكولا اديسا كسوسوا نسلي ولا هذا كلينت واحد من هادوما. مي هاد لا اللي خديته من الجزائر سي با دو شوكولا، هذا سي جوست بوغ لو غلاساج، بديل شوكولا ماشي شوكولا. فوالا سيتي جوست اونتر بارونتيز. بعد ما كملت الكوزينه دوكا حبيت نشارك معكم هاد لاستوس. شتو هادوك هذيك لي تروك تاع بلاستيك نستخدمها، انا تري تري ايفيكاس بوغ هكذايا لي تاج في الارض كيما انا. راكم شفتو معايا سيتي دو لا باتا موديل تنحي هايله. يقول عندكم دراري صغار يامي وهكذايا الفاكهه ولا لا باتا موديل ولا لو شوكولا تنحيها غير هكذايا وما تخليش لي تراس في الارض. فوالا هذه هي. بعد ما كملت الكوزينه جوست نسيق هكذايا خفيف ظريف، انا من الناس اللي نسيق كل يوم مع الدراري راكم على بالكم. وحبيت نهضر لكم على لا سيربيه، انا نستخدم هاد لا سيربيا ولا هاد الكيس تاع فيليدا. شوفوا بنات والله ماشي في لا سيربيا ولا في البرودوي اللي تستخدموه، ماشي في لا كاليتي تاع لي تيشي ولا، انا نستخدم هذا تاع ميكروفيبر تاع فيليدا الي توب. مي لو كان ما يقعدش نقي، لو كان ما تنقيش لا سيربيا ديالك كل يوم بعد ما تكملي وتنشفيها وتنقيها مليح، سيقي ولا قادي شري الغالي ولا قادي. ليسونسيال في لا سيربيا سي كو تقعد نقيه اشاك فوا بعد ما تكملي التسياق، نقيها مليح دو بريفيرونس بالماء سخون شويه رغوة ونقيها وخليها تنشف هكذاك، راح تقعد لك توجور جديده وراح يبان السياق ديالك ماشي تسيقي من ويولي من. جيسبر كو فهمتوني. فوالا هذه هي. كانوا عندي شويه تانيك شويه حوايج غسلتهم مع لو ساكادو تاع دمون فيس باسكو ليكول ان شاء الله نهار الخميس. الو وجدت له هكذايا بديت نوجد شويه هكذايا ليكول.
انا هاني وايكم باللي سقمت شويه الخزانه سي تالمو كان عندي بزاف تاع القش بزاف ما صورت لكمش رطبتو غير بغربي دوكا راح نشارك معكم بوغ لو غودي اون غوسيت تاع بغرير اكسبريس يجي بزاف بزاف هايل وخفيف مثقب كيما يحبوا الخاطر تبعوا معايا واش درت هنا خديت كاس بتاخدوا الكيله اللي تحبوها ديروا زوج كيلات ديال لا سومول انا استخدمت لا سومول اكسترا فين تقدروا بيان سور ديروا باردون لا سومول فين ومن بعد درت لوغ زوج كيلات تاع لا سومول اكسترا فين مع كيله تاع لا فارين عندنا لا فارين نقصت ابري دو دوا ما مرتهاش مليح مليح نديروا بيان سور الملح شويه سكر مع دموافه تاع دلا ليفور بولونجا دوكا ما هاد سخانه يتو انا جيمي جوست هكذايا ام تي كويير مي فشتا ديروا شويه عمرو المورفه ديالكم نديروا كيس تاع لا ليفور شيميك انا هنا درت برك النص باسكو الكاس ديالي صغير بالنسبه للماء راح نديروا 3 كيلات ونص ماء دافي بيان سور 3 كيسان ونص ماء دافي وبالبغا ميكسور راح تنحيوها كامل هكذايا مليح مليح يعني راحيوها طوندون 2 3 مينوت فريمون مليح مليح ها لا فوالا هذا المكان اللي فريمون اكسبريس ويجي هايل دوكا راح نخليوه طوندون 5 مينوت قبل ما نطيبوه دوكا لو طون اللي البغرير ديالي راهو يرتاح انا جست نطيب العشاء هكذا باش نربحو الوقت في الكوزينه وما نبقاوش نهار كامل لازم نضبك نعرفو كيفاش نضمر وحنا في الكوزينه درت كسكس درت الطعام بمرقه تاع الحمص يعني ساهل ماهل بالدجاج درت كيما شفتو درت دي مورسو تاع لو بولي زدت عليهم بصل وطوماطيش مرحيين رحيتهم اونصوبل فريمون جي في ا لا فافيت بالنسبه لي زيبيس درت الملح ما هذوك لي زيبيس في ميزون ك بدهم لي ما هي اللي ديرهم في الدار فريمون هايلين هكذايا للطعام للشربه للجواز واحد الريحه واحد البنه ولا اروع زدت شويه لا طوماط كونسونطري زروديه والحميصه وخليتهم يتقلاو بيان بيان سر البنه ديال الماكله هو التقليه تخليو الماكله ديالكم تتقلى على غرضها الوغ لو طون اللي المرقه ديالي راه يتقلى راح جست درت البغرير راكم تشوفوا مدي مسق بهايل هايل هايل فريمون وصفه اكسبريس و فريمون رايوسيت ان شاء الله راح تعجبكم وتجربوها يا رب راكم تشوفوا يتثقب يجي فريمون بزاف هايل وراني كثرت لكم الفيديو تاع البغرير سي باسكو شكون منا ما تحبش تشوف هذاك البغرير اللي يجي غيوسي يتقب هكذا سي لو بون لو كوا تنعسوا كامل في هذوك لي هذوك لي بول تاع البغرير راكم تشوفوا بعينيكم يجي مسقل يجي خفيف يجي هايل وشختو ديروه فريمون فيرم شتعين فارينا لا لوفور لا سومول يعني المقادير العاديه وديروه فرم شتعين ويجي هايل مثقب وخفيف بزاف بنين هنايا راكم تشوفوا المرقه ديالي بعد ما تقلات مليح مليح مرقتها بالماء سخون بيان سور وراح نخليها تكتك على غرضها حتى تختار بيان دوكا مع هذاك البغرير قبل ما ينوضوا دراري من لاسيست فريت شغالي وجيت ديريكتومون جي في ان بيتي كافي مع هذاك البغرير الله الله انا نحبو غير هكذايا بشويه زيت والسكر دي فابلا كونفيتور فوالا بلا احنا ما ناكلوش البغرير بشربات نديرو بزيت زيتون والسكر ولا اللي يحب لاسيل ولا لا كونفيتور مي سينو ما نديروش الشربات راكم تشوفوا البغرير ديالي كيفاش جا هايل هايل البنات غير جربوها على ضمانتي راح يجيكم بغرير ولا اروع وراكم تشوفوا هنايا يعني الصوره راهي توضح كل شيء ماشي انا اللي نشكر فيه راهو باين
دوكا البنات راح نديكم معايا لو جاردان ولا لو بيتي بوتاجي كون افي في راكم تشوفوا هنايا سي دي كوجيت اون افي دي كوجيت ما شاء الله ومدونا خير الله فريمون ما شاء الله لي كوجيت لي طوماط سوريز لي فريز اوسي فريمون اون ا بيان ريوسي هاد الحوايج هادوما الله يبارك ما شاء الله راكم تشوفوا بالنسبه للفول فريمون اون ا با ريوسي درنا الفول مي سيتي با توب مع الخيار تاعني c'était pas on l'a pas réussi mais on s'est dit on va le faire cette fois il a nous l'a fait sinon ce sera pour l'année prochaine et là c'est parce que c'est la première fois que nous avons un potager mais alhamdoulilah on a eu quand même le résultat de les courgettes les fraises les tomates Allah ybarak mashallah comme tu vois par ainsi vraiment mais qu'est-ce qui m'a fait déjà les tenir à mon lard les zélerir à la belle elle est bio mais qu'est-ce les pesticides mais qu'est-ce vraiment voilà arwa فوالا دوكا راح نوليو للحشة ديالنا لو بولي بعد ما طاب نحيتو ودرت على المرقة ديالي بطاطا راح نخليها طيب 10-15 دقيقة بطاطا على بالكم ما تطولش مليح في الطياب ويكون العشاء ديالنا راه واجد كيما راكم تشوفوا في طبق التقديم كنت المرقة بالحميصة يعني ساب مي البنات ديالها ولا أروع فوالا بنات هذا كان هو عشان البارح نهار الجمعة وهذه كانت لا فيديو ديالي والفلوغ ديالنا لنهار اليوم جيسبر كي هذا الفلوغ يكون عاجبكم إلا عجبكم ما تنساوش ان بتي جيم ان بتي كومونتير وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة إلا مازال ما اشتركتوش دوكا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة ونتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله.